والله تسخفان اش بغيتيني وانا ما عمد الله واك واك عمد الله ندى براسي اش بغيتيني انا مدي الله وانا من مربوط انا وين معلوم معلوم لا جيتي معي جيت معاك انا ولديني بغيتو يجي معايا راه يجي معايا ورجع معايا لا دابا انا شو انا ما كان مركبش بوحدي ما كان مشيش غادي نوصلك نفوز سعيد نتقعد دابا نتقعد كان عارف كتضحك معايا لا ما تضحكش هذا المعقول لا هذا المعقول يلا نوضو اسمع بنيتي بيك اش تيقول بيك بابا حبابي الله يحفظكم والله ينجيكم وتبارك الله عليكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينين وانتم في القلب ما تنحسبكمش لي فان خوتي وخواتاتي الله يحفظكم والله ينجيكم شوف دابا حنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعاود ثاني نضحكوا شويه بعضياتنا لان الاكثريه تيقول لك هاد المقاليب ديالكم غتضحكونا وينشطونا ولهذا انا فكرت قبل منهم نمشيو من اسطنبول يعني اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالليل غادي نمشيو باش نركبوا ان شاء الله نرجعوا ولهذا انا غادي ندير واحد المقلب الجميله على اساس انني انا باغي نبقى هنا نزيد واحد شويه غنقول لها وسير الله يعرضك السلامه وشوفوا ردت الفعل ديالها واش تخليني نبقى هنايا بوحدي او لا غادي نشوفوا شنو غادي تقولنا لهلي حطيكم والله يحفظكم وديما عزيز تبارك الله عليكم ها جمعتي انت هي صافي ها كي جمعت الشنطه مزيان صافي لا جمعتي مزيان لا الشنطه ديالك لا لا خليها خليها من بعد دابا انت غادي تسبقني فهمتي شنو سبقك غادي تسبقني تمشي للمغرب انا زدت واحد الاسبوع هنايا في البيي ديالي علاش ماك غدير شي عمليه لا شنو غدير شنو غدير كيفاش غادي ندير صافي ياك انت صوبتي في الميم ديالك في امل لا واحد ضيع اليوم انت مالك انا مازال باغي شي بلايص نمشي لهم وداير مع شي ناس غادي نتلاقى بهم هنايا حتى هما جايين من المغرب صحابي خليني حتى انا نفوت شريا زيد كيفاش زيد من شريا لا 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 خليني لا لا شاكوشك لا 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 ما غاديش نمشي انا واش انا جيت تعذبت حتى تركيا وبقيت معاك هنايا صوب الفم ديالك سير الكلينيك رجع سير الكلينيك شنو جيتي ايوا جيت معاك ترجع معايا لا والله لا تبقى بيمين الله لا شت حلال والله بقيتي مور ظهري انا ما عندي ما نتغدى انا مشيت لشي بلايص اخي بزاف ديال انت الاولاد بغيت نمشي لواحد اخبار ولادك جابني انا وجاب ولادي انا تتحكم فراسي انا عاد نمشي لواحد القريه سياحيه نمشي نركب في الباطو نمشي على واحد الجزيره سبعه الجزيره تيحطوك في هذه وتركب ويعاود يمشيو لهذه وباغي نمشي يا ما تنضحكش هادشي ما فيهش الضحك ما عندي ما ندير انا نمشي انا وصلت حتى لهنايا انا وصل لهنايا نعاود نرجع لا انت لا جيتي معايا اصلا كيفاش لا جيتي لا جيتي معايا جيت معاك انا ولدي اللي بغيتو يجي معايا راه يجي معايا ورجع معايا لا دابا انا شو انا ما كنركبش بوحدي ما كنمشيش غادي نوصلك للمطار والله واخا توصل راسك تطلع في الطياره وندير لك هكا توصل راسك انتينا طلع الطياره ان شاء الله تلقى ولادك تيتسناوك فاش تهبط الطياره او ثاني تلقاو انا وخليني الله يحفظك نفوج مع راساتي شويه لا 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 ما عندك ما تنوض سير الله يعاونك سير الله يعاونك واه على تقليدك ويشدوني شنو هو انا بدلتها بدلت الوقت قلت لك على تقليدك ويشدوني من نيتك كيفاش على تقليدي كدوي من نيتك ايوا شنو هو لك انا علاش لا انا حرام فيا باش نزيد نفوج انت فرح لي ياك ما تفرحش لك انا وياك كيفاش جينا انا وياك نمشيو انا وياك علاش هادشي اللي كاين
ودابا انتيا راه درتي مع ولادك باش يتلقاو لك وعندك اشغالك تمايا درتي مع ولادك يتلقاو لا يتلقاو لك ليلك وخف عليا لا يتلقاونا والله يجازيك بخير الله خف عليا شويه عطيني واحد شويه د حريتي حتى انا نضوض ونتسارى ونتلاقى الناس هذيك مع راجين نعم الصباح ان شاء الله الطياره ديال راجي نمشي نسافر انا وياهم ونشوفوا المسائل وكل شيء والله يحفظك سعيد ما تعنيش ما تعنيش لا واش بغيتيني انا شوف دوزنا كل شيء مزيان اللهم لك الحمد دابا شادين الطريق شدوا شدوا علاش ما قلتيها لي لا قلناها لك هذه بدات زعزع عليا ولا تقول لي ما تمشيش لا ما عمرك تمشي بوحدك معايا شني من رجلك دابا حطيتك في امر الواقع شني من رجلك شنطتك صوبتيها وهي الشويطه ديالك والله عارضك السلامه وخليني حتى انا نعاود نفرح شويه خليني نفوز سعيد ما تقعدش كان عارف تضحك معايا لا ما تنضحك شيء هذا المعقول لا هذا المعقول يلاه نوض نوض هذا يجي الراجل تقولوا بعدا هي هو هذا اللي جانا هبط معاك ها هي هذه شانتيك هبط معاك حتى لتحت تركب في السياره يوصلك حتى للمطار ولا انا اللي نمشي معاك نوصلك للمطار ونحطك ونعاود والله حتى سخفان والله حتى سخفان اش بغيتيني وانا ما عباد الله واك واك عباد الله نضرب راسي اش بغيتيني انا ودي الله وانا مربوط انا وياك معلوم انت بوحدك وانا بوحدي لا ما كاينش خليني الله جيت انا وياك نمشي وانا وياك بغيتي ترجع هادشي دابا شوف هادشي دابا شوف بلاتي بغيتي ترجع جي مع ولادك هما غادي يجيو ان شاء الله جي مع ولادك انا بغيت لا ولادي ولا حتى شي حاجه اديت معاك الواجب وقفت معاك وصوبتي سناتك وصحتك وراحتك ما يكونوا ديال كل حبيب بارك الله وحنا الحمد لله مشينا وتعشينا من داك الشيء نفيع وبخير وعلى خير شكرا ويلا شوفها باي باي يلا وسيم سعيد واش تتفنى عندي مع ولادك دابا والله ترى ندوي معاهم غادي يقولوا لك اياها ماما خليه مسكين عاود تجي حتى هو يجوز ساهل باش نعاود ناخذ انا غادي ندوي معاك هات شوف اش غندير ها والله ترى ندوي لا حول ولا قوة الا بالله ودوي وشوف باش ما حكموا هما انا معك يلا يلا وخصك ولا بدا واحد ولا جوج من ولادك يقول لك انا ما طبخنيش لا واش ولا بدا تتصل مع زعما ما بين رجل ودابا تسكت لا حول ولا قوه شوف شنو غادي يديروا يلا وسلبي ها شويه نتك الحمد لله جمعتي كلشي ما بقى والو عندك تقول لي نسيت شي حاجه واخا بركه من داك الطنس لا ما كاين لا طنس لا والو واخا تكون بنتي اسمع بنيتي بويك اش تيقول بويك بابا قال لك باغي يبقى هنايا واحد السيمانه اخرى وانا جمعت الشنطه ويسحبني هو جمعها ملي حليت الماريو لقيت باقي في حوايج ودابا ودوي مع باك واش هذا بغى يحماق عليا قال لك باغي يبقى هنايا وانا بوحدي نمشي ها بنتي وهي تبقى تركيا نبقاو انا نمشي لا وزيد نمشي وياك والله يا حبل وزيد شنو قال انا وياك نبقاو لا انا وياك نمشي وابنتي انا عرفت غادي تعكس لي انا بديت شونجيت البي ديالي علاش لان خباك هي شنو هو غادي تجي تصوب تمايا وتوجد المسائل اللي تتسنى باش تصوبهم وانا عباد الله يحمد والدين قلت له وبقيت معاك وديتك الكلينيك وصوبتي الحمد لله علاش جيتي بخير وبلاش مين داك الشيء وصافي والله واش غادي تديني انا يجي الشيء فوري غادي نوصلها بنتي حتى للمطار مع الطاكسي غادي يجي نوصلها حتى للمطار تنركبها ونقول لها باي باي لا وصل راسك وقول راسك لا ما غادي يجي من المطار حتى الطياره اسكت لا ولا هو ما تخلع علاش هو ما تخلع علاش الا بغا يدير هادي غير الله يعاونو ما دارش المغرب يديرها هنايا ابنتي هادشي ما كاينش واش انا بنتي ديال هادشي انا ما نبدلش ماماك بكنوز الدنيا ايوا الله يعاونها انا نوصلها وانا شوف داير مع السي احمد و قالوا لنا بنيتي 12 خصنا شوف بنتي انا داير مع السي احمد والسي عبد الكريم غادي يخلطوا عليا غدا باش عاد نمشيو لواحد الحمام بحال مولاي يعقوب عندهم هنا في تركيا بصحة عظيماتي
وبغيت نمشي انا وياهم لواحد القريه السياحيه فين كانوا داير ذاك المسلسل التركي ديال ارطغرل. كاين بزاف د الحوايج تاعهم تي بغيت نمشي لهم وصافي واقف عليا الله يرحم الوالدين. واش هذا كيدوي نيتو؟ ها انت كتشوف والله قال لي لا اي ما جمعت ها انتم ها انت يا المريو والله بنيتي يا المريو انا مع الطلق لقيتو قلت لها الشنطه جمع حوايجك قال لي لا 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 ها هما والله الا باقيين في المريو بالله كلشي الحويجات ديالو في المريو باقي ما جمع والو واش هادشي بصح واش دوا معاكم في هادشي انا ما يوصلني لا الطياره لا والو خليه يبقى هنايا والله يرحم الوالدين. صافي يا بنيتي علاش نسطيو؟ اشنو؟ واش ماشي من حقي يا بنتي نزيد واحد الاسبوع؟ زيدو تاويا ربي لا واحد غادي يجيو الناس من تمايا رجال نبدا انا وياها ونسطي رجال مالا رجال غادي يسكنوا معاك؟ واش غادي يديروا الكاميرا تما واش الطياره عندكم ذات الوقت تسطاو عليا؟ ها انت يا بنيتي ها شوفي باك ها ابنتي والشنطه ها شوف الشنطة ها شو حوايجو ها هنوريك حويجاتو ها حوايجو في المالي هاتي والله ما جامع حاجة ها كلشي معلق وكلشي ها كلشي شتي ما جامع حتى حاجة ها الطيارة غتمشي ها وانت خفي عليا شوية وخليني حتى انا شنو يا بنتي والله الله يهدي عليك ها قالت لك ماشي مشكل ياك يا بنتي ماشي مشكل ياك يلا اجيت نقص عليا تشويك جديد سير سير اخويا نقصر راسك سير الله يعاوننا ويعاونك اجي اجي هانتي نسيتي هذا هانسيتي الشارجور ديال التليفون لا لا عندي ديالي واجي واجي بلاتي ما غنجيش ما غنجيش اجي ما غنجيش واجي والله ما سلمتي حتى سلام عليا والله ما نسلم عليك اه والله ما غنسلم عليك والله حتى تجي هنايا بالله والله ما غنسلم عليك والله حتى تجي صافي قلتي لي سير شوف الحياة والموت بيد الله ودابا انا نبقى هنا بوحدي وعلى الاقل تمشي انتينا فرحانة انا والله يا فرحانة خليك لا تبقى خليك يلا شكرا سير حاد ما تسلمش عليا لا والله والله العظيم ما تسلم عليا ما تسلم عليك خليني نمشي بحالي صافي انا ما كي داير انا ماشي بحالي وحشومة عليك والله إلا حشومة عليك أنا دابا تمشي نبقى أنا مغبون والله ما تخرجي بالله ما تشدش البال أنا حلفت ما تشد البال شنو بغيتي عندي شنو بغيتي عندي زعما قول لي والله إلا جا الترونسبور والله إلا جا واخا جا يمكن له يتسنى واحد ربع ساعة ماشي مشكل إيوا ولكن غادي يفوت الطيارة لا مازال الحال مازال شوية الحال إيوا شنو بغيتي يلا شوف شو أجي 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 بعد عندي أجي سعيد أنا مسامحك يخليك صافي قلت معايا بنتي قلت لي خليه يفوت ها خليك يلا الله يحفظك لا ما تسلمش عليا ما تسلمش عليا ما تقيسنيش والله هذا لا باليمين الله تجلي على رجلك ان شاء الله نمشي بحال المغرب يلا ملي ما بغيتي صافي ما فيهاش الخير يلا تمشي معايا انا نمشي معاك يلا بغيت نضحك معاك بغيت نشوف كل المحبه كي دايره ونشوف ونشوف شنو الدت نتاع ديالك والله بعض الحباب تمشي معايا هذا الفراق درت فيك عبر تعديك وحق الله العظيم دابا بغينا نختموا شوف شوف لا ما تشوفوا موت التلفازه شوف بغينا نختموا هاد التوكيا بهاد البانك هذا يضحكوا الناس شويه ايوا بصحتك وراحتك وتبارك الله وصلات على النبي عليك ما نقدرش انا نخلي مورايا اللي جميله واخا يوقع عدلي وقع رجلي على رجلك وفين ما مشيتي انا معاك واللي وشوف الحباب ديالنا فين معاك الدوي انا ما تشوف شوف الحباب ديالنا راه الواحد يتهلا في مراته ولما يطل فرجلها وعمرهم ما يتفارقوا ماشي مزيان الفراق وخا يكون هي بالضحك
الواحد تيخرجوا الناس كثير شي داك بغو يخليو الوليد بلاتي بلاتي شو مرت انا خافت فيك ما عندك ليش دابا انت ما عندك ما عم كدوي مع الحي دابا هي دوي حتى انت راه تتصور ايوا قلت لكم الحبيب ديالنا ديما الواحد يتهلا في مراتو وما يتهلا في راجلها وكثير شي داك بغو بحال هكا راه ما عندهم فاق عليهم بعضياتهم وديما وليداتهم يسمعوا عليهم بلاتي دابا غير بلاتي دابا اسكت خليني نكمل شدو انا ندوي ودوي دابا هي دوي يشوفوا شوف وديما الوليدات يعرفوا بان والديهم متعين وناشطين وفرحانين والله يحفظكم وسلم على الحباب ديالك هي دوي هي دوي هاك تتشجري سلم عليهم ويلي ندوي مع الحيوط هي دوي هي دوي جبدو جبدو التليفون انا والله يفتح شوف هوي في الخاشيه دابا يسحبك نتينا يسحبك تابع وسوفيا يسحبك دابا تابع علموك دابا يسحبك انت تابع التليفون لاباري ديال التلفاز ياك وياه والله ما تشوفوش والله ما تشوف ما باينش كاع تعلمتي كي جاك هذا المقلب كي جاك لا انا ما عرفتك ما غاديش ديرها لا والله في الاول كاع بغيت نديرها لا ملي حكيتي في الاخر قلت الله يعاونك وكتام لي قالت لك بنت خليك لا 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 ولكن انا قالت لي بنت خليك مقلقه وانا نخليك تقلق لا ملي قالت لي بنت خليك جينا بجوج نمشيو بجوج وباش ما نطولوش الفيديو سلم على الحباب ديالك وقول لهم الحباب ديالي ادويو بالحق واش انا جا معايا وعاوتاني نمشي بوحدي وهو يبقى قلت له انا يلاه بعدا وها وليداتك غادي يجي اجي معاهم معايا اجي واقول لحبابك سنينات بالصحه والراحه هاي بسيسة ما كيديرها وكل شيء واتاك الحمد لله تبارك الله صحة وراحة والله يحفظك ونجيك شوف أنا أعطيني 10 ديال الدقائق إن شاء الله تكون جمع داك الشيء ديالكم إن شاء الله الله يحفظكم يلا خليكم معنا يا الميمة يا تعيب الخير صورتك بين عينيا دنيا بلا بيك صعيبة مرة